المسافة هي 4 كيلومترات مع سن المفاجآت ومع مفاجآت متوقع وأن تكون في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق الاستثنائي في مهرجان هو الاستثنائي بكل ما للكلمة من معنى. بسم الله وعلى بركة الله. هكذا مشاهدين الكرام أينما كنتم ينطلق أول أشواط المهرجان الأول، الشوط الرئيسي، شوط الشلفة الفضية. هذا هو شوط الرمز، شوط نقطة لا رجعة، شوط تحديد الأهداف، شوط الاستهداف، شوط سيبذل فيه كل المستطاع من أجل انتزاع هذه الشلفة، الشلفة الفضية. يا سلام، حضروا أبناء الخليج، أبناء دول مجلس التعاون في مهرجان تميم الخير، في مهرجان العطاء من رجل العطاء. إذا نبدأ مشاهدين الكرام لنقتحم الأجواء التعليقية كما اقتحمت هذه الأصايل نقاط المراكز، لنمتعكم ولنستمتع جميعا بتعليقنا على هذه الأسماء المميزة. وحش الآن تظهر على المقدمة لتنطلق مع ممثل الخور. Good evening هل الخور ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم وحش في المركز الأول. المركز الثاني هناك قهر، محمد بن حمد بن ناصر النعيمي ينطلق معها على ثاني المراكز. بينما نتابع المركز الثالث وأجد من تحتل المركز الثالث في هذه الأثناء، وزن عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. بينما نتابع ونرى من تحتل المركز الرابع، الله يا حضور، بدر بن طويرش بن محمد الوهيبي، ضيف قادم من سلطنة عمان الشقيقة، نرحب به ونرحب بكل الحضور. حصل تغيير، تسلل قوي ودخول ممتاز من قبل هوايل، اعتقد بانها هوايل، عبد الهادي بن خليل، والله نهابة، نهابة وصلت الان، سلالة لفان تلف الميدان الآن وتنتقل إلى المركز الرابع. نهابة للسيد جابر بن عبد الهادي بن جهوان البريدي، ووصل راشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي مع سرابة إلى المركز الرابع. وخامسا نجد من انطلقت الواصلة لسالم بن رملي بن محمد العامري. ها هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. الله، وحش، وحش هنا تنطلق في هذا السن، سن الوحش في هذا الجيل الصاعد، في هذا الجيل الناشئ. 4 كيلومترات تقطعون منتصفها وحش لتسيطر على المركز الأول من البداية. تمثل واحد أبناء الخور، ما شاء الله، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند هو المقدم لوحش، هو المنطلق معها في المركز الأول. ما شاء الله، شعار دائما يعودنا على تقديم الأسماء المميزة، أسماء ممتازة منها أضواء وغيرها من الأسماء. الله يا مالك شمشوم يقدم وحش في المركز الأول. الله، المركز الثاني هنا قهر، محمد بن حمد بن ناصر النعيمي. وفي المركز الثالث وصول للواصلة، وصول قوي ووصول ميمون، سالم بن رملي بن محمد العامري. وفي المركز الرابع، الله يا سرابة، راشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي، هجوم على الشلفة الفضية. بينما المركز الخامس نهابة وجابر بن عبد الهادي بن جهمان البريدي. شوط الرمز إذن تقترب منه وحش، وتقترب الأسماء من وحش، وبالتالي الاستهداف هنا تحدد الهدف. الهدف هو هذا الرمز الغالي. الله الله الله، أول رموز المهرجان، أول تحدياته في أول الأشواط. وحش على المقدمة، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند المركز الثاني، الواصل لسالم بن رملي بن محمد العامري، ووصل أيضا الله الرميثي، الرميثي الرميثي الكي
كيلو الأخير كيلو الإثارة يحضر فيه المثير مع شراب راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي. وفي المركز الرابع هنا الدخول والتسلل من تباشير صالح بن محمد بن عضيلي العامري. وفي المركز الخامس هنا الشاهينية ومبارك بن محمد بن نصرة العامري ونهابة. يا سلام تماسك أيها الميدان وحش انطلقت الآن ممثل الخور ينطلق هنا ما شاء الله وحش 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 على المركز الأول. الشلفة الذهبية 600 متر الأخيرة في كيلو الإثارة يقدم مثير المثير سرابة. سرابة على المركز الثاني انطلقت سرابة راشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي. الله الصحوة الصحوة صحوة من الصحوة. الصحوة انطلقت الآن على المركز الثاني. هناك هالعمان يقدمون الصحوة محمد بن محمد بن سالم الوهيبي ولكن سرابة الرميثي. الرميثي في هذا المهرجان الاستثنائي يحضر الرجل الاستثنائي في هذا الموسم المثير يتوج بالشلفة. الرمز مع المثير مع سرابة راشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي. سلام سرابة سلام مشكور يا الرميثي على انتزاعك للشلفة الوضية المركز الثاني. الصحوة في شوط الحدث والتوقيت الحدث. الصحوة أيضا في المركز الثاني حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث جات في وحش لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الرابع كان من نصيب الدوحة سعود بن عبد العزيز بن شنان المري. والمركز الخامس كان من نصيب نهابة جابر بن عبد الهادي بن جهمان البريدي. مشاهدينا الكرام هكذا أيها الحفل الكريم تغادر سرابة برمز الحقائق البكار في أول أشواط المهرجان الغالي. مهرجان غالي على قلوبنا جميعا توجت فيه سرابة ليكون السرابة هو الاسم وذلك الاسم الذي انتزع الرمز وكانت معه أول الإنجازات. التوقيت الزمني هو توقيت مميز من دون أدنى شك 5 دقائق 50 ثانية 48 أو 46 جزء من الثانية. توقيت ممتاز يتسجل هنا مع سرابة لراشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي. الصحوة جاءت في المركز الثاني وتوقيتها 5 دقائق 52 ثانية 10 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الصحوة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز الثالث جاءت في وحش وتوقيتها الزمني 5 دقائق 56 ثانية 38 جزء من الثانية. تهانينا لمالك وحش ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز وحش بالمركز الثالث.